مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم راح نبدا سلسله شرح محاضرات ماده الممبرين اند ريسبتور. عندنا سيشن 1 ليكتشر 1 راح يحكي عن الممبرين باي لاير، يعني الغشاء ثنائي طبقات، مثل هذا بالضبط. اوكي، هسه نبلش بالمحاضره. بالبدايه يقول انه السيل ممبرين بلازما ممبرين، يعني الـ 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 الغشاء مالت الخليه، تمام؟ الغشاء مالت الخلية اللي هو هذا بالأزرق. اسمه الثاني بلازما ممبرين أو ممبرين باي لاير، كل الأسماء تمام صحيحة، ماكو فرق. هو غشاء للخلية. شنو التعريف مالته؟ شنو الديفاين مالته؟ is biological membrane separating the interior of cell from the outside environment. يعني هو عبارة عن غشاء، هذا الغشاء راح يفصل داخل الخلية عن خارج الخلية، تمام؟ نفتهمه بهذا الأسلوب وهذا المنطق ونعبر عليه، أوكي؟ فهسا عرفنا شنو بلازما ممبرين أو سيل ممبرين، هو عبارة عن غشاء، أوكي؟ هذا الغشاء راح يفصل الـ outside اللي هو أو الـ environment، تمام؟ البيئة الخارجية عن البيئة الداخلية. زين، شنو الوظيفة مالت هذا الغشاء؟ بالبداية يقول هذا الغشاء يمرر أيونات، فهو highly selective permeable barrier، يعني كلش عالي selective، highly selective يعني إنه يمرر أيونات، تمام؟ إلى قابلية على إنه يمرر أيونات. أوكي، بعد شنو الميزة الثانية البي؟ هذا الميزة الثانية البي، بما إنه هو راح يغطي الداخل الخلية، فعنده ميزة اسمها allows control of the enclosed chemical environment، يعني يحيط بالمواد الكيميائية اللي داخل الخلية وبنفس الوقت يحافظ عليها. أوكي، communication control the flow of information between the cell and environment، يعني راح يسمح بتبادل المعلومات ما بين الخلية نفسها والبيئة الخارجية. بعد ممكن يسوي شنو اكتيفيتي للانزيم، ينشط انزيمات، تمام؟ هذا الغشاء راح يميز ويخلق. شو راح يميز؟ راح يميز الاشارات، تمام؟ مثل من هاي الاشارات، مثل عدي الاشارات الجزيئات signaling molecules. بعد من يلتصق بروتين راح يميز انه هذا بروتين التصق، تمام؟ يخلق لي إشارات، مثل من هاي الإشارات كإشارات كيميائية أو إشارات كهربائية، تمام؟ بعد شنو راح يسوي؟ راح يخلي عملية نقل ترانسبورت، نقل بين منو ومنو، ما بين الإنسايد اللي داخل الخلية، أوكي، والأوتسايد. زين، من هذا السلايد شنو استنتجنا أو شنو عرفنا؟ عرفنا السيل ممبرين اللي هو الغشاء مالت الخلية وتعريفه، عرفنا الوظائف مالت هذا الغشاء اللي هو يمرر أيونات، فيعتبر هذه selective permeable barrier، يسيطر على البيئة الداخلية، ف allows control of enclosed chemical environment. بعد يسمح بالتواصل، أوكي، أو الاتصال المعلومات بين الخلية وما بين المحيط الخارجي، ينشط لي إنزيمات معينة، يميز ويخلق، يميز إشارات ويخلق همتين، إشارات الكتريكال أو كيميكال. بعد شنو وظيفته؟ ترانسبورت، يعتبر كناقل، تمام؟ ينقل، قد ينقل مواد، قد ينقل أيونات، قد ينقل إشارات بين داخل الخلية وخارج الخلية. أوكي، نجي نكمل. يقول هذا الممبرين قلنا اخذنا احنا البلازما ممبرين، اوكي، واخذنا الوظائف مالته. عندي ممبرين يحيط بالميتوكوندريا، شنو الوظيفه مالته؟ الوظيفه مالته هو انرجي كونسرفيشن، يعني يخلق لي طاقه عن طريق عمليه. شنو اسمها هاي العمليه؟ اسمها اوكسيديتيف فوسفوريديشن، اخذناها بالميتا العام، اوكي، اللي هي العمليه اللي من خلالها راح يتولد لي اي تي بي، فيتولد لي طاقه. هاي العملية وين راح تصير؟ راح تصير بالميتوكوندريا ممبرين. زين، يقول هذا الممبرين شنو بيه؟ بأيونز، اوكي، او بفد مواد معينة، عفوا مو ايونات، بمواد معينة. ايش قد نسبة هذه المواد؟ اول او شنو هاي المواد؟ نسأل نفسنا هذا السؤال. اول شيء هذا الغشاء بمواد، الغشاء مالت الخلية البلازما ممبرين بمواد. شنو هي هاي المواد؟ اللي هي الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. زين، ايش قد نسبة وجود الكربوهيدرات؟ حوالي من 1 إلى 10%. الليبيد ايش قد؟ 40%. البروتينات 60%. فهسه عرفنا شنو المواد اللي موجودة بالغشاء وايش قد نسبة كل مادة معينة. زين، يقول هذا الغشاء اللي هو البلازما ممبرين او البايلاري
ميمبرين او اي اسم، اي اسم ثاني موجود، يعني هو البلازما ميمبرين او سيل ميمبرين او بايلري ميمبرين. يقول هذا الغشاء يكون شنو؟ يكون إلى اسم آخر اسمه هيدريت ستركتشر، يعني عبارة عن هيكل سائل. ليش؟ لأنه 20% من التوتال ميمبرين من هذا الغشاء هو عبارة عن مي، لذلك هو يعتبر هيكل ساكن هيدريتد ستركتشر. تمام تمام. فهسه بهذا السلايد عرفنا انه الغشاء مالت الميتوكوندريا راح تخلق من خلاله طاقة عن طريق عملية اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن. عرفنا الغشاء شنو بيه من مواد وش قد نسبة كل مادة، وعرفنا انه الغشاء يعتبر شنو كهيكل سائل. ليش يعتبر هيكل سائل؟ لانه حوالي 20% من هذا الغشاء هو عبارة عن ماء. نجي نكمل. عندي فد مصطلح اخر اللي هو الميمبرين ليبيد. تمام. الميمبرين ليبيد يعتبر شنو؟ راح يحتوي على شنو؟ راح يحتوي على جزيئات امفيباثيك. امفيباثيك يعني شنو؟ محبه وكارهه للماء، يعني هيدروفيلك وهيدروفوبيك. زين، وعندي ثلاث انواع من هذا الميمبرين ليبيد اللي هو فوسفوليبيد، جلايكوليبيد والستيرول. تمام، اللي هو نفسه من جماعه الكوليسترول. فهسه اذا سالنا سؤال انه الميمبرين ليبيد، الميمبرين ليبيد ايش راح يحتوي؟ هو من اسمه دهون. اوكي، دهون. هاي الدهون راح تحتوي على جزيئات مولكيول، هاي المولكيول تكون محبه وكارهه للماء، فيسمونها شنو؟ يسمونها امفيباثيك، يعني مثل زيت ونحط بقطره مي. اوكي، هذا الزيت المي ما راح يعني ما راح تهرب من الزيت، تمام، بس راح تطوف. فهي تكون امفيباثيك، محبه وكارهه للماء. ما اعرف بدقه المثال هل هو تمام كلش او لا، بس يعني حاول اقرب لكم الفكره. عندي ثلاث انواع من الليبيد اللي هو فوسفوليبيد، الجلايكوليبيد والستيرول. الستيرول هو احد انواع الكوليسترول. تمام، بالنسبه هاي الاجزاء يعني كاجزاء رئيسيه اللي هي الفوسفو جليسرايد وسفينجو فوسفوليبيد، هذا تعتبر اجزاء من اجزاء الفوسفوليبيد، يعني الفوسفوليبيد راح يعطيني جزئين. اوكي، فوسفوجليسرايد تمام وسفينجو فوسفوليبيد. الجليسرول راح يعطيني ثلاث اجزاء اللي هي سيربروسايد، سالفتايد، جانجليوسايد. اما بالنسبه للاستيرول اللي هو من جماعه الكوليسترول، فراح يعطيني كوليسترول وراح يعطيني شنو؟ الستيغماتسترول. تمام تمام. فهسه هنا عرفنا انه الغشاء اللي هو الميمبرين ليبيد بجزيئات امفيباثيك، وعرفنا انه عندي انا ثلاث انواع من الليبيد اللي هي الفوسفوليبيد وراح يعطيني نوعين، والجلايكوليبيد وراح يعطيني ثلاث انواع، والستيرول راح يعطيني نوعين. نجي نكمل، نجي ناخذهم واحد واحد. اول شيء عندي الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد بي هيد وبي تيل. اوكي، الهيد مالته محب للماء، والتيل مالته يكون كاره للماء. تمام، فالهيد مالته يكون محب للماء، فراح يحتوي على مجموعه جروب اللي هي مجموعه فوسفيت، فيسمونها فوسفيت جروب. التيل مالته يكون كاره للماء، فراح يحتوي على مجموعه كارهه للماء اللي متكون من فاتي اسيد والكحول ريزيدوز. فهذا هو، اوكي، هذا الهيد مالته راح يحتوي على مجموعه محبه للماء اللي هي الفوسفوليبيد، هذا التيل مالته هاي الجليناته راح تحتوي على مجموعه كارهه للماء اللي هي مجموعه الفاتي اسيد ومجموعه الكحول ريزيدوز. نجي نكمل، يقول هذا الفوسفوليبيد منين متكون؟ متكون من أربعة أجزاء. نبدي هنا واحدة واحدة. بالبداية نتكون من هيد جروب اللي هي الرأس. هذا الرأس يكون بولر قطبي، ومتكون من كولين أمينيز وعندي أمينو أسيد وشوكر. ذن كلها راح يكون وين؟ بالهيد، ويكون المجموعة قطبية. بعد منين متكون؟ راح يتكون من
فوسفوريك أسيد جروب، مجموعة ثانية اسمها مجموعة الفوسفيت فيسمونها فوسفوريك أسيد جروب. بعد من شنو متكون؟ متكون من الجليسرول باك بوند، يعني من مجموعة جليسرول، تمام. وبعد من شنو متكون؟ متكون من فاتي أسيد تشين، تمام، فاتي أسيد تشين. زين، هذه الفاتي أسيد تشين اللي هي مجموعة أو فد سلسلة من الدهون، أما تكون ساتوريتد مشبعة أو أن ساتوريتد غير مشبعة. فالساتوريتد مشبعة متكونة من شنو؟ سينجل بون، بينما الأنساتوريتد بوند هاي بدي، أوكي؟ الأنساتوريتد تكون متكونة منين؟ من دبل بوند. زين، الساتوريتد راح تكون ضمن C16 C18، بينما الانساتوريتد يسمونها مجموعة السيس كونفورميشن، تمام. الاسم مالتها هو سيس كونفورميشن. وشنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير عندي نقصان decrease in packing of phospholipid، يعني ما راح بعد تاخذ phospholipid. هسه خرب يعني مو خربت، وانما شلون دخته راح نجي شنو نسويها على شكل أسئلة، تمام. عندي مجموعة الفوسفوليبيد، أوكي، هاي مجموعة الفوسفوليبيد متكونة من هيد وتيل. الهيد مالتها محب للماء، أوكي، اللي هو مجموعة الفوسفيت. التيل مالتها يكون كاره للماء، فهو مجموعة شنو؟ الليبيد والكحول والزجوز، يعني على الاسم. الفوسفيت هو التيل، العفو، هو الهيد اللي هو محب للماء، والليبيد اللي هو التيل اللي هو الكاره للماء ويا مجموعة الكحول. زين، اذا نريد نقسمها كومبوننت يعني مكونات، راح يتكون من مجموعه هيد. هذا الهيد شنو ميزه مالته؟ قطبي. ومنين متكون؟ من كولين، امينيز، امينو اسيد وشوكر. زين، بعد منين متكون؟ جليسيرول باك بوند، تمام، اللي هي مجموعه جليسيرول طرفيه. بعد منين متكون؟ من فوسفوريك اسيد جروب، فوسفوريك أسيد جروب يعني مجموعة فوسفوريك أسيد. بعد متكون من مجموعة دهون، مجموعة فاتي أسيد، اللي راح تنقسم أما ساتوريتد مشبعة أو غير ساتوريتد غير مشبعة. زين، هذه المشبعة متكونة من شنو؟ خط واحد، بينما الغير مشبعة منين متكونة؟ من خطين. زين، الساتوريتد اللي هي تكون مشبعة راح تكون حد C18، بينما الانساتوريتد تسموها بمجموعة السيس كونفورميشن، يعني تقدر تغير الشكل مالتها، مو ثابتة مثل ما واحد يقول. وراح يصير عندي بيها نقصان بالباكينج، بالتعبئة مالت الفوسفوليبيد، اوكي. هسه خلصت هاي المجموعة، او مو خلصت بعدها، بس خلصت يعني فهمنا هذا السلايد. نجي نكمل. يقول عندي two type of phospholipid، اخذناها قلنا انه احنا عندنا نوعين من الفوسفوليبيد، اللي هو الجليسيرو فوسفوليبيد وسفينجو ليبيدز، اوكي. زين، نجي واحد واحد. الجليسيرو فوسفوليبيد بي باك بوند، والسفينجوليبيد حماتهم بي باك بون. الجليسيرو فوسفوليبيد بي باك بون اسمه جليسيرول، من اسمه جليسيرو فوسفوليبيد الباك بون مالته منو؟ جليسيرول. سفينجو فوسفوليبيد بي باك بون اسمه سفينجو ساين. فهسه عرفنا انه الجليسيرو فوسفوليبيد بي باك بون وعرفنا، والسفينجو سفينجوليبيد حماتهم بي باك بون وعرفنا، اوكي. زين، يقول هذا الجليسيرو فوسفوليبيد متكون من مجموعة فوسفيت اللي هي الأمينو الكحول، واثنين مجموعتين فاتي أسيد. زين، هذا حماتين نفس الشيء، بس شنو؟ متكون من مجموعة واحدة فاتي أسيد ومن فوسفيت اللي هي أمينو الكحول. زين، هذا راح يحتوي على فد جسيم أو فد مادة اسمها بلازما لوجين. الجليسيرو فوسفوليبيد بي مادة اسمها بلازما لوجين. هاي البلازما لوجين وين موجودة؟ بالأعصاب، بالإميون سيستم، وبالكارديو سيستم. زين، هذا السفينجو ليبيدز بي مادة اسمها سفينجو مايلين. هاي السفينجو مايلين وين موجودة؟ موجودة بالمايلين مالت الأعصاب، تمام. وبس حسب هذا الرسم هماتين نقدر نعتمد عليه.
فهسه نحفظها على شكل مقارنة. اكو باك بون بالجليسيرول فوسفوليبيد شنو اسمه؟ جليسيرول. اكو باك بون بالسفينجو ليبيدز شنو اسمه؟ اسمه سفينجوساين. عندي منين متكونة الجليسيرول فوسفوليبيد؟ اثنين فاتي اسيد وفوسفيد. السفينجو ليبيدز منين متكونة؟ من فاتي اسيد وحدة وفوسفيد. زين الجليسيرول فوسفوليبيد شنو بيها؟ بيها بلازمولوجين. السفينجو سفينجوليبيدز شنو بيها؟ بيها سفينجو مايلين، وكل وحدة وين موجودة. اوكي نجي نكمل. عندي ثاني مجموعة شنو اسمها؟ كان اسمها جلايكوليبيد. اخذنا احنا الفوسفوليبيد وكملناها، هسه وصلنا للجلايكوليبيد. الجلايكوليبيد هم معطين متكونة من هيد وتيل. نجي امن للهيد. الهيد مالتها منين متكون؟ متكون من هيدروفيليك، تمام، one or more hydrophilic sugar group. زين زين، يعني شنو؟ يعني متكون من hydrophilic sugar group، يعني الهيد مالته شو يكون؟ يكون محب للماء، ومتكون من واحدة أو أكثر من الشجر اللي هو الجلوكوز والجالكتوز، بينما التيل مالته يكون hydrophobic كاره للماء، وراح يتصل بالجلايكوسيديك بون بعظام الجلايكوسيديك. أوكي اوكي زين. عندي نوعين تايب اوف ذا جلايكوليبيد. شنو التايب اوف جلايكوليبيد؟ اللي هو السيربروسايد والجانجليوسايد. نجي المن للسيربروسايد، هو بالاحرى ثلاث انواع بس هنا مذكور اثنين. اوكي نجي المن للسيربروسايد. السيربروسايد الهيد مالته، الهيد مالته هو عبارة عن شجر أحادي، بينما الجنجليوسايد، الجنجليوسايد الهيد مالته هو عبارة عن سكريات متعددة أوليغو سكرايد. على سبيل المثال مثل عندي منو المثال على السكريات المتعددة اللي هو الان أسيتايل نيورا مينيك أسيد. اوكي فاستفتح من الموضوع، قلنا انه هذا الجلايكوليبيد بهيد وبتيل. اوكي الهيد مالته محب للماء ومتكون من هيدروفيليك جروب، اوكي اللي هو الجلوكوز والجالكتوز، بينما التيل مالته شي يكون؟ يكون كاره للماء، اللي راح يرتبط بمجموعه الجلايكوسيديك بون. تمام وعرفنا النوعين، وعرفنا انه السيربروسايد الهيد مالته يتكون من شجر احادي، بينما الجنجليوسايد الهيد مالته يتكون من سكريات متعدده، وعرفنا مثال على السكريات المتعددة. نجي نكمل. وصلنا لمن؟ للستيرول. الستيرول او الكوليسترول ايش قد راح يشكل؟ ايش قد راح يشكل بالنسبة للتوتال مالت الليبيد؟ حوالي 45%. هذه ممكن تجي ام سي كيو. يقول هذا الكوليسترول شنو راح يسوي؟ الكوليسترول او الستيرول راح يقلل منين؟ من الفلويديتي اند البيرميابيليتي. ليش؟ لانه هو شلون ال هو يعني كوليسترول او ستيرول، يعني شلون ما اعرف شلون اوصلها، بس هو اكيد راح يقلل من الفلويديتي والبيرميابيليتي، فيزيد الستابيليتي مالت من مالت الممبرين. يعني هسه اذا جاب لنا بالام سي كيو الستيرول شنو يسوي؟ يزيد الستابيليتي، فبالتالي راح يقلل الفلويديتي والبيرميابيليتي، يعني واحدة عكس الثانيه. اوكي يقول انه هذا الكوليسترول وين راح يتكون؟ هذا الكوليسترول راح يتكون بين الفوسفوليبيدات. ليش؟ لان هو شلون الماده تدهن، شلون الماده الشحميه حتى ما يخليهن وحده تزلق عن الثانيه. زين نجي الى سؤال محطوط بالمحاضره، يقول شنو اهميه الكوليسترول ان ذا بودي other than in cell membrane؟ يعني شنو اهميته؟ اهميته كل يخلق له هرمونات، فيتامين دي، واذر سبستانس، مواد تانية اخرى. بس عرفنا انه الستيرول راح يشكل حوالي 45%. عرفنا انه الستيرول شنو وظيفته؟ يخلي الخلية مستقرة في حالة ستيبلتي، فبالتالي يقلل الفلويديتي ويقلل البيرميابيليتي، يعني يحطها في حالة ريستنج ممبرين بوتنشيال. وهسه نعرف شنو المقصود بالريستنج ممبرين بوتنشيال. نجي نكمل. نقول انا شلون اسوي ريجوليشن اسيطر على الفلويديتي مالت الخليه؟ احنا تونا قلنا انه الكوليسترول راح يقلل الفلويديتي، زين هو منو يسيطر على الفلويديتي؟ اوكي يجيبني اللي يسيطر على الفلويديتي ثلاث شغلات: درجة الحرارة، الستيرول، الفاتي أسيد. نيجي إمن إلى درجة الحرارة. إذا ازدادت عندي درجة الحرارة، أوكي، فراح يصير عندي الفلويديتي والبيرميابيليتي واي. اوكي اما اذا قلت درجه الحراره تقلل الفلويديتي وتقلل البيرميابيليتي، فالهيكل يكون مور ريتش،
زين نجي المال الاستيرال. تونا قلناها، قلنا انه الاستيرال راح يخلي الخلية اذا ازدادت الاستيرال يخلي الخلية في حالة استيبلتي، فراح يقلل الفلويدتي ويقلل البيرميابلتي. نرجع للفاتي اسيد، اذا الفاتي اسيد واي لونجر ايش راح يصير؟ راح تقلل الفلويدتي والبيرميابلتي. اما اذا كانت شورت راح يزيد للفلويدتي والبيرميابلتي، يعني واحدة عكس الثانية. تمام، يعني اذا زادت الفاتي اسيد يقلل الفلويدتي والبيرميابلتي، والعكس صحيح، يعني الفاتي اسيد والاستيرون مشابهات. نجي شنو للبقية، يقول هذا الليبيد، هذا الليبيد منين متكون؟ متكون من باي لاير غشاء، ومتكون من ماي سيل. حسب هاي الصورة، اوكي، هذا الليبيد من هذني المكونين متكون. فهسه عرفنا منو يتحكم بالفلويدتي، وهذا كلش مهم وركزت عليه الدكتورة هواية، فممكن احتمال كبير ايج. يقول انه بين الجزيئات، احنا هسه قلنا انه اكو جزيئات محبه للماء واكو جزيئات كارهه للماء، فبين الهيدروفوبيك تيل وما بين الهيدروفيليك مولكيولز، ما بين الهيدروفوبيك يعني بين الجزيئات الكارهه للماء عندي فت قوه اسمها فاندر ويلز، تمام، بين الجزيئات المحبه للماء ماكو روابط تساهميه، يعني نو كوفالنت فورس. تمام، عندي قوة الكتروستاتيك أو هيدروجين باوند. تمام، فهذه ممكن تجي إنه بين الجزيئات اللي تكون محبة للماء هيدروفيليك محبة للماء، ما عندي روابط تساهمية، عندي روابط الكتروستاتيك وعندي روابط هيدروجينية. بين الجزيئات اللي تكون كارهة للماء عندي قوة اسمها فاندر ويلز، وأتمنى تكون واضحة وسهلة بسيطة. زين، هذا الليبيد الباي لاير شلون راح تكون حركة الجزيئات من خلاله؟ تمام، هذا الليبيد باي لاير الجزيئات راح تتحرك من خلاله عن طريق أربع حركات، أما تكون انترا تشين موشن حركة داخلية، أو تكون فاست اكسيال روتيشن يعني دورانيه، او فاست لاترال ديفيوجن يعني حركه للجانب، او فليب فلوب اللي هي شلون اللي تنقلب. اوكي، هسه نجي ناخذ حركه حركه. نجي للانترا تشين موشن، هذه راح يصير عندي كينك فورميشن ان فاتي اسيد تشين. وين هالانترا تشين موشن؟ يعني انه هي نفسها تتحرك داخل الخليه، اوكي، فيصير عندي كينك فورميشن حتى شنو توصل لي معلومات ان فاتي اسيد تشين يعني للسلسله نفسها. تمام، بينما بالفاست اكسيال روتيشن اللي يكون شلون يعني تدور داير مداير محورها مثل هاي، هذه الروتيشن fast axial rotation، يعني يصير عندي rotary motion of the object around the one axis، يعني تدور دائر مدائر محورها. fast lateral diffusion يكون هذا fast lateral diffusion يصير بسرعة. تمام، because of membrane fluidity، يصير بسرعة بسبب شنو الفلويدتي مالت من مالت الغشاء. يقول انه movement of lipid حركة lipid with each lift of lipids bilayer، يعني انه يصير حركه شنو laterally diffusion جانبيه. الفليب فلوب يقول هاي حركه الجزيئات من سايد الى سايد، من جانب الى جانب، وش يسمونها اسمها الثاني اسمها transverse diffusion، يعني حركه انتقاليه. هذه هي حركه الفليب فلوب، يعني من هذا الجانب الى هذا الجانب. فهسه عرفنا شنو الحركات مالت الليبيد. اما تكون حركه داخليه حتى تسوي كينك للإنفورميشن، أو تكون حركة سريعة دورانية حتى ما حد يحس عليها، أو تكون حركة جانبية اللي تكون سريعة جدا، أو تكون حركة الفليب فلوب اللي تنتقل من غشاء إلى غشاء. يقول إنه الفوسفوليبيد موفمنت الفليب فلوب lower than the lateral diffusion، أكيد lateral diffusion تكون أسرع، يعني وين ما تنتقل العفو من غشاء إلى غشاء، وين ما تتحرك جانبيا على نفس الغشاء راح يكون أسرع، فاللاترال diffusion راح تكون أسرع مقارنة بالفليب فلوب. نجي للممبرين بروتين، أوكي، يقول شنو الوظائف مالت البروتينات، أو البروتينات شنو راح تشتغل على يعني هي تعمل على انها شنو
صفتها شنو. اما تعتبر انزيمات او تعتبر ترانسبورتس ناقلة او تعتبر كمضخات او تعتبر كمستقبل ريسبتر او انرجي ترانس ديوزر. فهذه هي الوظيفة او الدور مالت من مالتي البروتين. ايش قد وجود البروتين بالميتوكوندريا؟ 75% واللي هو اكثر شيء مقارنة بالمايلين، لان بالمايلين موجود بنسبة 18%. يقول اكو موفمنت حركات من للبروتينات. البروتينات شلون راح تتحرك؟ يعني انه البروتينات راح تتحرك اما بتغيير شكلها conformation chain اوكي change بعد ايه، وعندي روتيشنال حركة دورانية، وبعد شنو عندي؟ عندي حركة لاترال تتحرك جانبيا، فهي اما تتحرك دوران او جانب او تغير شكلها. زين، فهسه عرفنا شنو الوظيفة مالت البروتينات، عرفنا شنو وجودها، وش عرفنا شنو حركاتها. زين، من اللي راح يعيق الحركة مالت البروتينات؟ زين، يقول انه الليبيد mediated effect، يعني الليبيد راح يأثر على الحركة مالت البروتينات، تمام؟ فيعتبر معيق للحركة. ليش؟ لأنه البروتينات عندها قابلية أو تميل إنه تروح للمناطق اللي ما بها ليبيد. بعد عند الميمبرين بروتين أسوسيشن، يعني الميمبرين بروتين أسوسيشن يعني إذا ارتبط البروتين وين بالغشاء راح يعيق الحركة مالته. Association with extra membrane protein، يعني إذا ارتبط بمواد خارج الخلية مثل عند السيتوسكيلتون أوكي، فراح يعيق الحركة مالته. فهسه إذا نجي الريست من اللي راح يعيق الحركة مالت البروتينات، ثلاثة التأثير مالت الليبيد، لأنه البروتين راح يميل إنه يروح للمناطق اللي بيها ليبيد قليل أوكي. إذا ارتبط بغشاء الخلية نفسه أو إذا ارتبط ويا إكسترا ممبرين بروتين بلاك سيتوسكيلتون. يقول أكو مصطلح مهم جدا يحبوه كلش الدكاترة وحين ركزوا عليه من يومي، اللي هو الفلويد موزاك مودل. يقول هذا المصطلح إلى شنو راح يشير؟ يشير إنه هذا الغشاء مالت الخلية متكون من موليكيولات عديدة أوكي. شنو هي هاي الموليكيولات العديدة؟ اللي هي الفوسفوليبيد والكوليسترول والبروتين، تمام؟ وتتحرك بشكل شنو؟ ساكن. فهذا هو مصطلح الفلويد موزاك مودل. نجي نكمل هسه، خلاص سيشن 1 لكتشر 1 ثانك يو. نجي انمن الى سيشن 1 لكتشر 2. سيشن 1 لكتشر 2 راح يحكي عن من عن الممبرين بروتينز ممبرين اسيمتري اون ذا سايتو سكيلتون اوكي. يعني بروتينات مالت الغشاء والتماثل او او يعني انه الممبرين يكون اسيمتري يعني غير متماثل، والسيتوسكيلتون اللي هو الهيكل العام. نيجي يقول انه هاي المولكيولار كومبوننت يعني اوف ممبرين، يعني الجزيئات مالت من مالت الغشاء مالت الخليه بشنو راح او شنو 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 ميزاتها او من شنو تتكون. يقول هاي المولكيولار كومبوننت اوف ممبرين هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن بولر ليبيد او بروتينات او كوليسترول او كربوهيدرات، يعني هي ذني اوكي. يعني الجزيئات اللي موجوده بالغشاء هن ذني، اما دهون قطبيه او بروتينات او كوليسترول او كربوهيدرات. هذا الكربوهيدرات يعتبر جزء من الجلايكوبروتين والجلايكوليبيد اوكي. فيب هاي الفكرة، احنا تونا اخذنا جزيئات موجودة بالغشاء مولكيولات اوكي. فهاي المولكيولات شنو هي؟ اما دهون او بروتينات او كوليسترول او كربوهيدرات. نعرف انه الممبرين مالت الميتوكوندريا ببروتينات اكثر مقارنة بالممبرين مالت المايلين، يعني مالت الميتوكوندريا حوالي 75% حسب ما اخذنا بالمحاضرة الفاتت، ومالت المايلين حوالي 18 او 15%. نجي نكمل. يقول انا عندي نوعين من
ميمبرين بروتين، يعني البروتين مالت الميمبرين عندي نوعين، اما انتجرال او بيرفرال. هذا البيرفرال اوكي وهذا الانتجرال. نجي الى الانتجرال بروتين والبيرفرال بروتين ونسوي بينات المقارنه. الانتجرال بروتين راح يصير اكو ترافل بوث فوسفو ليبيدز لاير، يعني انه راح ينتقل عبر الفوسفوليبيد لاير اثنين عشان العلوي والسفلي، فيسميه ترافل بوث فوسفوليبيد لاير. اوكي هذه اول ميزه. بي بعد يقول انه بي اما يعتبر باي توبيك بروتين او مونوتوبيك بروتين. مونوتوبيك هاي رقم 4 وباي توبيك رقم 2. شنو المقصود بي باي توبيك ومونو توبيك؟ الباي توبيك باي يقول انه الهيدروفيليك ريجن اكستند فروم بوث سايد اوف ميمبرين. من اسمها باي، باي يعني ثنائيه، فراح تمتد على البوث سايد اوف ميمبرين، ويا منطقه الهيدروفيليك اللي هي المحبه للماء. بينما المونوتوبيك شنو يكون؟ يقول انه البروتين اتاتش تو وان سايد اوف ميمبرين، يعني البروتين راح يتصل بجهه واحده من الميمبرين. فهذه هي النوعين مالت الانتجرال بروتين. هسه عرفنا انه الانتجرال بروتين راح يخترق الفوسفوليبيد من الجهتين، يعني يتصل به من الجهه العلويه ومن الجهه السفليه، مثل هذا الاحمر بالضبط. اوكي وبي نوعين، اما بايتوبيك او مونوتوبيك. البايتوبيك انه من اسمه باي يعني ثنائي، فراح يتصل من الجهتين. المونوتوبيك راح يتصل بسايد واحد منين؟ من الممبرين. نجي نكمل. يقول انه رقم ثلاثة، يقول انه الهيدروفيليك ريجين يعني المنطقه اللي تكون محبه للماء متكونة من ألفا وبيتا، تمام؟ بينما يعني هي المنطقة المحبة للماء تكون متكونة من ألفا وبيتا، زين؟ يقول can be removed by detergent organic solvent، يعني إحنا نقدر نزيله عن طريق detergent أو organic solvent، مركبات عضوية، تمام؟ هذا الانتجرال بروتين. اما يكون على شكل قناة او على شكل كارير حوامل او ريسبتورات او شنو يكون، يعني ترانسبورت، تمام؟ فيب هنا الفكرة. اوكي هسه عرفنا الانتجرال بروتين، عرفنا الانتجرال بروتين انه يروح على البوث سايد اوف ذا فوسفوليبيد لاير، عرفنا انه هو اما يكون باي توبيك بروتين او مونوتوبيك بروتين، وعرفنا انه الباي توبيك هو في منطقه محبه للماء راح تتصل من الجانبين، بينما المونوتوبيك راح تتصل بجانب واحد. وعرفنا انه هاي المنطقه المحبه للماء متكونه من الفا وبيتا، واقدر اني ازيلها من خلال هذني العوامل، وشون يوجد على هيئه شنو. نجي نمل للبيريفيرال بروتين. البيريفيرال بروتين همتين تكون على البوث سايد اوف ذا ميمبرين، زين؟ هذا البيريفيرال بروتين ممكن انه يرتبط ويا الانتجرال بروتين عن طريق شنو؟ تفاعل الكتروستاتيكي. اوكي يقول انه اقدر اني ازيله عن طريق التغيير بالايونات او التغير بالبي اتش. فيب يقول انه هذا البيريفيرال بروتين يقول انه دي serve. شلون يعني؟ يقول إنه cell adhesion molecules can anchor cell to the neck boring. هذا هو ال peripheral protein، من الممكن إنه يتصل بcell ثانية تكون مجاورة إليه. they also contribute to the cytoskeleton. ممكن إنه يستمد للcytoskeleton when the percent on cytoplasmic side of the membrane. يعني مو كلش ركزت عليه الدكتورة، أكثر شيء ركزت على هذولي الفوق، تمام؟ نجي نكمل. عندي مصطلح الفلويد موزاك مودل. قلنا انه الفلويد موزاك مودل هي عبارة عن غشاء خلية موجودة به مجموعة من المواد. يقول بسبب انه الفوسفوليبيد that form this cell membrane fluid substance because weak non-covalent interaction between the compartment of cell. يعني بسبب انه الضعف. شلون يعني ضعف؟ ليش صار هذا الغشاء fluidity؟ بسبب شنو؟ بسبب weak، بسبب ضعف. اوكي شلون يعني ضعف؟ يعني ماكو روابط تساهميه non covalent interaction، ماكو روابط تساهميه تفاعليه بين الجزيئات مالت الخليه. فالليبت والبروتينات مولكيولز راح تميل to move freely laterally to the plane of the membrane. ف
فالليبيد والمولكيولز راح تتحرك بحرية جانبا، فيسموه هذا بالفلويد موزاك مودل. فهسه عندي مصطلح الفلويد موزاك مودل، مقصود به انه غشاء خلية بمجموعة من الجزيئات يكون مور فلويدتي، تمام؟ ليش؟ لانه اكو فد ضعف بالموضوع. شنو الضعف؟ يعني ماكو اواصر تساهمية تربط بين اجزاء المولكيولز، فبالتالي الليبيد والبروتين مولكيولز راح تتحرك شنو؟ بحرية، تمام؟ لاترالي. زين، يقول لانه الفوسفوليبيدات تعتبر مادة سائلة بسبب ضعف الروابط، نفس الشيء، نفس الحش اللي حكينا، تمام؟ فيب مجرد انه نفتهمها. وعلى فكرة هذا التعليل ركزت عليه الدكتورة كلش هواية، قالت ليش تكون الفلويد موزاك مودل؟ because weak non-covalent. يقول انه by interaction of membrane protein with the integral cytoskeleton. اوكي، يقول هاي البروتينات وهاي الدهون من اللي راح يحدد الحركة مالتها، من اللي راح يحد الحركة مالتها؟ عندي بروتينات بروتينز وعندي ليبيدز، هاي البروتينز وهاي الليبيد من اللي راح يحد حركتها يوقفها عند حدها؟ اذا صار اكو تفاعل بالمبرين بروتين ويا الانترنال سايتوسكيلتون ستراكتشر، يعني اذا هذا البروتين اتفاعل ويا من؟ ويا ستراكتشر من السيتوسكيلتون داخلي، راح يحد الحركة مالته، ما راح يخليه يتحرك، اوكي؟ راح ياخذ بس الم. اذا صار عندي تفاعل للبروتين ويا من؟ ويا الدهون. اذا صار اكو تفاعل للبروتين ويا الدهون، فراح همتين تحد الحركة مالتها. فيب هذا هو الفكرة، وهذا همتين سؤال جدا مهم، انه البروتينز اند ليبيدز من اللي راح يحد الحركة مالتها؟ هي نقطتين. يقول عندي في المصطلح اسمه asymmetrical orientation of membrane protein، يعني اتجاه البروتين بالغشاء بشكل غير متماثل. يقول هذا البروتين شنو عنده؟ عنده unique orientation، يعني عنده فد اتجاه شنو محدد، شلون العسكر، تمام؟ او فريد من نوعه متمسك به. وشنو هذا الاتجاه؟ outside surface different from inside، يعني هذا الاتجاه يعني انه يتحرك البروتين باتجاه واحد، فيسمونه شنو؟ unique orientation. بالغشاء الاوتسايد راح يختلف عن الانسايد، وهذا الشيء نعرف به. فالاوتسايد راح يصير بيه كربوهيدرات تتصل ويا من؟ ويا البروتينز. فالبروتينز are asymmetrically distributed important in function، يعني التوزيع مالته الغير متماثل مهم جدا بالوظيفة. فالريسبتور for the hydrophilic extracellular messenger molecules like insulin يعتبر كريسبتر بالإكسترا سيلولار لايك إنسولين. يعني شلون نجي نفسره أو نسوي على شكل أسئلة حتى نحفظه؟ يقول هذا البروتين اللي موجود شنو نميزه بي؟ عنده يونيك أورينتيشن، اتجاه مميز بس خاص بي. يقول بالممبرين بالغشاء مالت الخلية الأوتسايد نعرف انه يختلف على الانسايد. زين، الأوتسايد شنو بي؟ شنو الميزة مالته؟ تجي البروتينات تتصل ويا من؟ ويا الكربوهيدرات. فالبروتينات الى توزيع غير متماثل. زين، هذا ما راح يأثر على الجسم؟ لا، ما راح يأثر، لانه من التوزيع مالته الغير متماثل مهم بالوظيفة، اوكي؟ وممكن انه يشتغل هذا كريسبتر شنو؟ هيدروفيليك، محب للماء بالإكسترا سيلولار، مثل من عندي؟ مثل عندي الإنسولين. يقول انه synthesis of the integral membrane protein، احنا مو اخذنا نوعين من membrane protein integral و peripheral؟ هذا الانتجرال شو راح يتكون؟ step 1، شو راح يتكون؟ عندي فد مصطلح اسمه polypeptides. هذا polypeptide راح يدخل شلون القفص اسمه translocon. فمن راح يدخل شلون القفص اسمه translocon، راح يبدي يطي دينين، تمام؟ N-terminal و-C-terminal. N-terminal وين موجود؟ باللومن، بينما C-terminal وين موجود؟ بالسيتوسول مالت الخلية. الستيب الثاني انه هذا القفص راح ينفتح وراح يطلع هذا polypeptide. فمن راح يطلع polypeptide راح ينقلب، شو راح يصير؟ راح يصير السي تيرمينال باللومن والان تيرمينال بالسيتوسول، تمام؟ نجي نكمل. عندي الإريثروسايت ميمبرين، الغشاء مالت مضمون خلايا الدم الحمراء. الإريثروسايت كان بي بريبريتد فروم ذا هيمولايسيس، يعني الإريثروسايت اللي هو خلايا الدم الحمراء نقدر نجيبها من عملية شنو؟ من عملية
الهيموليسيس من عملية التحليل analyze of membrane erythrocyte by the gel electrophoresis. يعني إذا حللنا هاي الإريثروسايت إذا حللناها راح نحللها عن طريق جهاز اسمه gel electrophoresis أخذناه بالMGT عام راح يعطيني حوالي 10 proteins تمام. من ضمنها عندي منو السبكترين اللي تكون جزيئة الكتلة مالتها عالية هاي مولكيولار ماس. يقول انه الإريثروسايت سايتوسكيلتون is not work of سبكترين action molecules. يعني انه الهيكل مالت من مالت الإريثروسايت هو عبارة عن شنو شبكة من السبكترين وجزيئات نشطة. فسنجي انفسر يقول هاي الإريثروسايت منين تجيني من عملية التحليل. هذه الإريثروسايت اقدر اني احللها عن طريق جهاز اسمه جيل الكترو فوريسيس راح يعطيني 10 بروتينات. زين هذه الإريثروسايت اصلا نساعة نحكي عليها منين متكونة؟ متكونة من نتورك من شبكة من السبكترين والجزيئات النشطة. زين السبكترين شو يعتبر؟ تعتبر جزيئة تكون هايلي ماس موليكيول تمام. يقول انه اكو بروتينات من ضمنها الجلايكوسيليتد. هذه الجلايكوسيليتد اما تتصل بالانتجرال ميمبرين او تتصل بروتين ثاني تمام. مجرد نخليها فد فكرة ببالنا لانه ممكن تجيب الام سي كيوات. عندي فد مصطلح ثاني اللي هو السيتوسكيليتن ميمبرين سكيليتن. السيتوسكيليتن cytoskeleton attached to cell membrane and found in the cytoplasm. cytoskeleton اللي هو الهيكل. هذا الهيكل يتصل بالغشاء مالت الخلية وموجود وين؟ بالسيتوبلازم. يب هذا هو كتعريف. عندي مصطلح السبكترين. السبكترين شلون يكون كشكل؟ يكون long طويل وفلوبي roots like molecules. يعني يكون شلون العصي؟ متكون من جزيئتين اللي هي الالفا والبيتا سبيونت تمام. يتحدن مع بعضهن البعض حتى يطني هيترو دايمر اللي هو الانتي بارالل هيترو دايمر. يقول هذا الهيترو دايمر فورم هيد تو هيد يعني من اتحاد هيد تو هيد حتى يكون لي الفا تو بيتا تو. زين بينما الانكرين شلون يكون شكله؟ بايراميد شيب. بيش راح يتصل بالسبكترين؟ يعني اذا سألنا سؤال انه السبكترين منو راح يتصل بين؟ الانكرين تمام. ويكون هذا كلش حساس لعملية البروتيولايسيس لعمليات التحليل. اوكي فسنسوي هاي السلايد على شكل اسئلة. الإريثروسايت منين نجيبها؟ نجيبها من عمليات التحليل. وين راح نحللها؟ راح نحللها بالجيل الكتروفوريسيس تمام. شنو تعريف الإريثروسايت اللي هي خلية الدم الحمراء؟ شبكة من السبكترين والجزيئات اللي تكون نشطة. السبكترين شو يكون هايلي ماس يعني كتلة كلش عالية. يقول انه السيتوسكيليتن بيش راح يتصل الهيكل بالسيل ممبرين بالغشاء مالت الخلية وموجود وين؟ بالسيتوبلازم. عندي سبكترين وعندي انكرين. هذا ناتج التحليل مالت الإريثروسايت. عرفنا السبكترين كشكل وعرفنا متكونة من وحدات اثنين ويتحدن مع بعضهن البعض يطلني انتي بارالل هيترو دايمر وبس. بينما الانكرين يكون الشكل مالتها بيراميد وتتصل بالسبكترين وتتحسس عملية البروتيولايسيس عمليات التحليل. نيجي نمن للأكتين. الأكتين وين موجود؟ بالريد بلد سيل ويكون على شكل شنو؟ على شكل خيوط. هاي الخيوط يسمونها فلامنت تمام. شو تكون؟ تكون صغيرة وبنفس الوقت دبل هيليكال تمام. نيجي إلى بروتين 4-1. هذا كله ناتج تحليل. شلون يكون شكله؟ جلوبيولار تمام. شكل كروي او دائري. بيش راح يتصل بالتيل مالت السبكترين؟ يعني بالتيل مالت السبكترين يكون متصل. فشنو راح يكون اسمه؟ اسمه بروتين 4-1 تمام. سبكترين اكشن ترناري كومبلكس. يعني فد كومبلكس جاني من ارتباط البروتين 4-1 ويا السبكترين. عندي فد مصطلح اسمه اديساين. هذا الأديساين هو سبكترين وأكتين مع بعضهن البعض. أوكي مجرد ذاكرين بالمحاضرة. عندي lateral mobility result from يعني الحركة اللي تكون جانبية جايتني منين؟ جايتني من اتصال integral membrane protein to the cytoskeleton
ريستراكت اوكي يعني عمليه اتصال الانتجرال ممبرين بروتين ويا من ويا السيتو سكيلتون تمام راح تؤدي الى شنو راح تؤدي الى اللاترال موباليتي فاللاترال موباليتي جايتني من جايتني من شنو جايتني من انه انتجرال ممبرين بروتين راح يتصل ويا من ويا السيتو سكيلتون عمليه اتصال الممبرين ويا السيتو سكيلتون راح تؤدي الى انه الحركه تكون جانبيه عندي فرد مصطلح اخر كلش مهم اللي هو الهيمولايتيك انيميا الهيمولايتيك انيميا عندي نوعين هيرديتري سفيروسايتوسيس وهيرديتري اليبتو سايتوسيس هيرديتري سفيروسايتوسيس وهيرديتري اليبتو سايتوسيس السفيروسايتوسيس هو عباره عن مرض جيني شنو نوعه ايتوسومال دومينانس يقول هذا من اللي راح يسببه نقصان بالسبكترين اوكي مستوى السبكترين وين شنو نوع الخليه اللي موجوده به سفيروسايت سفيروسايت يقول هذا السفيروسايت ار موف فيو vulnerable to lice when exposed to lower than normal osmotic pressure يقول هاي الخلايا من اذا تتحلل راح تتحلل العفو ضمن osmotic pressure ضغط اوزموزي يكون شنو منخفض lower than normal osmotic pressure عندي hereditary البيتوسايتوسيس هماتين مرض جيني وهماتين عندي ديفكت وين بالسبكترين مولكيولز يعني عندي فرد مشكله بالسبكترين مولكيولز تمام يعني مو نقصان ديفكت بالسبكترين مولكيولز كان اقدر انا اميزه بسرعه تمام مقارنه بالسفيروسايتوسيس والخليه مالته شنو تكون لايك ديسك الليبيتك ديسك اوكي فيب هذا هو الفرق ما بين السفيروسايتوسيس والليبيتوسايتوسيس شنو نوع الخلايا اللي موجوده منا منه راح يسببه وهو المرض شنو نوعه اكيد جيناتيك ثانك يو خلصت هاي المحاضره